سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نلتقي اليوم مع درس جديد من دروس لغتنا العربية. اليوم سنتناول درس الفعل الصحيح والفعل المعتل. هيا بنا. سنتعرف اليوم على ما هو الفعل الصحيح وما هو الفعل المعتل. قبل ذلك لا بأس أن نتذكر بعض المعلومات السابقة. عرفنا أن الفعل كلمة تدل على حدث معين، وعرفنا أيضا أعزائي التلاميذ أن الفعل من حيث دلالته الزمنية ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل الماضي، والفعل المضارع، وفعل الأمر. وعرفنا أيضا أعزائي التلاميذ أن حروف العلة هي الألف والواو والياء. كما يظهر أمامنا الواو والألف والياء. إذن على بركة الله نتعرف على مجموعة من الأمثلة. وقف الشرطي في الشارع، عاد العامل متعبا من عمله، دعا الله فاستجاب له. وقف إنه فعل ثلاثي مجرد خال من حروف الزيادة. كيف عرفت ذلك؟ سأقوم بحذف حرف الواو. ماذا سيصبح لدي؟ سيصبح لدي قفا. أيوجد فعل بهذا المعنى؟ لا، لا يوجد فعل بهذا المعنى، لذلك لا يمكنني أن أستغنى عن أي حرف من حروف هذا الفعل، وإلا لضاع لفظ الفعل ومعناه، وبالتالي سيسهل علي معرفة أين كان به حرف علة أم لا. إذن لو قمت مثلا بحذف حرف القاف أيضا، هل سيصبح للفعل معنى؟ وفى. إذا ليس هناك معنى، لذلك لا يمكن الاستغناء عن أي حرف من حروف هذا الفعل. أتذكر حروف العلة وهي الواو والألف والياء. أيوجد بهذا الفعل حرف من حروف العلة؟ نعم، إنه الواو. إذن صحيح هو أو معتل؟ إنه فعل معتل. عاد العامل متعبا من عمله. عاد أيضا به حرف علة، وحروف هذا الفعل كلها أصلية، إذن فهو فعل معتل. دعا أيضا لا يمكنني أن أستغنى عن أي حرف، وبالتالي أحد حروف هذا الفعل به حرف علة وهي الألف، إذن هو فعل معتل. نعم، وقف. أين يوجد حرف العلة هنا؟ نعم، يوجد في أول الفعل. يوجد في أول الفعل. إذن ما هو نوعه؟ إنه فعل. نعم، فعل مثال. الفعل الذي يبتدئ بحرف من حروف العلة فهو فعل مثال. عاد. أين يوجد حرف العلة في الفعل؟ أيوجد في أوله؟ في آخره؟ لا، بل يوجد في وسطه. نعم، إنه فعل. ماذا سميناه؟ فعل أجوف. يوجد في وسطه، يتوسطه حرف العلة. دعا. نعم، يوجد في آخر الفعل. إنه فعل ناقص. إنه فعل ناقص. إذن أعزائي التلاميذ، لو أخذت الفعل عاد، ما هو مضارعه؟ يعود، وأمره عد، وقف، يقف، قف، وجد، يجد، جد. ماذا نلاحظ هنا؟
هناك تغيير وحذف في بالنسبة للفعل في زمن المضارع وفي زمن الأمر. إذن نقول: إذا حول الفعل الماضي المعتل إلى المضارع أو الأمر، فإنه يقع هناك تغيير أو حذف لحرف العلة كما رأينا. الفعل المعتل أقسامه: انظر معي عزيزي التلميذ، أقسام الفعل المعتل: المثال هو الذي يبتدئ بحرف علة كفعل وعد، والأجوف هو الذي يكون في وسطه حرف العلة قال، والناقص هو الذي ينتهي بحرف العلة كما يظهر أمامنا هنا، رمى، ينتهي بألف لينة مقصورة، ودنا بألف لينة ممدودة، وهنا أيضا لفيف مفروق هو اجتماع حرفي علة في الفعل في أوله وفي آخره، نسميه لفيف مفروق. وهناك أيضا لفيف مقرون حينما يقترن حرفي العلة في الفعل كما يظهر أمامنا في فعل نوى. الأمثلة باء، مجموعة من الجمل، هي جمل فعلية تبتدئ بفعل: كتب المعلم الدرس، سأل التلميذ المعلم، حل الطالب المسألة، كتب. نعم، إنه فعل ثلاثي جميع حروفه أصلية. أبيه حرف علة؟ لا، ليس به حرف علة. إذن أهو صحيح أو معتل؟ إنه فعل صحيح. سأل أيضا، أيوجد به حرف علة؟ لا، فهو فعل صحيح. حل أيضا، فهو فعل صحيح. إذن هذه الأفعال التي أمامنا هي أفعال صحيحة. ما نوعها؟ كتب. أيوجد بهذا الفعل همز أو تضعيف؟ لا، إنه فعل سالم خال من الهمز والتضعيف، يسمى السالم. سأل. نعم، إنه فعل به همزة قد تكون في أوله أو وسطه أو آخره. إذن هذا الفعل فهو فعل مهموز به همزة. حل. إنه فعل مضعف به تضعيف. قلنا أن الفعل المضعف هو الذي يكون حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد فيدغمان معا فيصبح حرفا واحدا مشددا. إذن هنا نحن أمام أقسام الفعل الصحيح، وهي السالم، المهموز، والمضاعف. الفعل الصحيح أقسامه كما يظهر أمامنا: السالم كفعل كتب، درس، ورسم، والمهموز سأل، أكل، وقرأ. قد تكون في أول الكلمة، في وسط الكلمة، وقد تكون في آخر الكلمة. وحل، وكل فعل به تضعيف كشد وحل ومد. استنتج عزيزي التلميذ، ينقسم الفعل إلى قسمين: صحيح ومعتل. الفعل الصحيح ما خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، والفعل أقسامه: سالم، مهموز، ومضاعف. الفعل المعتل ما كان أحد أحرافه الأصلية حرف علة. حروف العلة: الألف والواو والياء. أقسامه: مثال، أجوف، ناقص، لفيف مفروق، ولفيف مقرون. إذن لا بأس أن نمر سريعا لبعض التدريبات لنتأكد من معلوماتنا
إذن السؤال الأول، أضع كل فعل من الأفعال التالية في خانتها المناسبة وأبين نوعه: شددت، يسألون، كتب. شددت، نعم، سأرجع إلى الماضي. شد، إذن ما هو نوعه؟ إنه فعل مضاعف. يسألون، نعم، أرجعه إلى الماضي. سأل، هو سأل، إنه فعل مهموز. وكتب، كما يظهر أمامكم، ليس به همز ولا تضعيف، إنه سالم. أحسنتم. التمرين الثاني، أصل كل فعل بنوعه المناسب. لدينا هنا أفعال: قم، يدنو، قلتم، يهب. مثال: أجوف، ناقص، قم. أهو مثال أم أجوف أم ناقص؟ سأرجعه إلى الماضي. قام، إذن ما هو نوعه؟ إنه أجوف، جيد. يدنو، دنا، ما نوعه؟ ناقص. قلتم، قال، أجوف. ويهب، في الماضي هو وهب، إنه فعل مثال يبتدئ بحرف من حروف العلة. التمرين الثالث، أبين الفعل من حيث الصحة والاعتلال فيما يلي: الجملة الأولى، وسعت رحمة ربي كل شيء. رأى الطفل قوس قزح. يرش البستان الحديقة. وسعت، إذن وسع، إنه فعل معتل. رأى الطفل قوس قزح، رأى فعل معتل. قد يظن البعض أنه فعل مهموز لأنه يرى الهمزة، لكن الفعل في آخر حرف علة، إذن فهو فعل معتل. يرش فعل رش، إذن فهو فعل صحيح، وهو فعل مضاعف من أقسام الفعل الصحيح. إذن أضع كل فعل في مكانه المناسب. هنا لدينا، سوف نحاول أن نضع كل فعل في المربع المناسب له. إذن نبدأ على بركة الله. يرسم، أهو من أقسام الفعل الصحيح أم من أقسام الفعل المعتل؟ لابد أن أرجع الفعل إلى الماضي مع الضمير هو لأتأكد أو لأتخلص من حروف المضارعة، أو إن كانت هناك حروف أيضا زائدة. يرسم، فهو فعل رسم. أين سيذهب؟ نعم، إنه سالم، أقسام الفعل الصحيحة. نوى، سنرى. لفيف مقرون، إذن هنا اقترن حرف العلة معا، فهنا فعل معتل ولفيف مقرون، نوعه لفيف مقرون. رمى، نعم، إنه حرف فعل معتل به حرف علة في آخره، إذن فعل ناقص. وعى، لفيف مفروق، يوجد حرف العلة في الأول وفي الآخر. شد، مضاعف. نال، نعم، يوجد حرف العلة في وسطه. قرأ، مهموز بهمزة. ويعد، فعل مثال يبتدئ بحرف العلة. لقاء قريب مع درس جديد، دمتم في أمان الله.